جديد في فير بلاي، نحكي على مقابلة سي اس اس البارح ومولدية العاصمة. هزيمة كانت قاسية شوية في بليش ممثل كرة القدم التونسية. نحكي أكثر على التفاصيل الفنية الخاصة بالمقابلة من عند اللاعب الدولي السابق للسي اس اس هيكل الجمهندية، موجود معنا بالتليفون. هيكل أهلا بك. مرحبا بك الياس، ومرحبا بكل مستمعي اكسبريس اف ام. شنو الأمور خويا، شنو أحوالك؟ الحمد لله. شنو أحوالك أنت؟ لحظة الحمد لله. به هيك خلينا ناخذ من عندك كلمة عامة على المقابلة قبل ما ندخل أكثر في التفاصيل نتاعها. على المقابلة يا سلامة. بيان سور. إي بون، كنا ظهري تفرجنا في المباراة تاع البارح وكل شيء، معناتها صحيح أن الدريد الصفاقسي ما كانش في نهاره أمس، وهذا يرجع برشا حاجات منهم حسب محكاه معناتها الاطار الفني نسبو جلبان، معناتها الاطار تاع التيران والكليما اللي غاديك شفنا حبينا وكرهنا امس البارح مطر برشا وظهر لي الطقس هذاك عزوز، معناتها اي عزوز بالطبيعة هذا عزوز نورمالمون. نعرف الياس اما ظهر لي الطقس نتاع الجزائر نعرفوه اللي هو مش كيما الطقس تاع تونس التاريخ، نعرف لعبنا فيه راهو تيران هذاك اللي سلام لعبنا فيه كوب داراب سيتي اون 2006 شكروا 2005 كان ذكر بالباهي تيران ذاك كان وقفت اللعبة 20 دقيقة بالثلج، خاطر الثلج وقتها تبارك الله معناتها تيران كله ثلج، وقفت اللعبة 20 دقيقة كان نرجعوا للتاريخ معناتها. دونك هذا ما يمنعش النادي الصفاقسي حبينا وكرهنا البارح ماهوش في نهارو، فما برشا اخطاء فرديه خاصه فرديه لسلام سيرتو في خط الدفاع، ما شفناش معناتها التوازن بين خط الدفاع وخط الوسط اللي هو البارح الفريق الجزائري لقى برشا راحه في الوسط الميدان، ربح الوسط الميدان هكا علاش معناتها البارح شفناه معناتها رابح التيران وربح حتى في السكور، معناتها كان ينجم يخرج اكثر من بلاش المباراه. اي باهي هيك خلينا ندخل اكثر في التفاصيل الفنيه، نبداو بالتشكيله. هل كانت هذه التشكيله الانسب يبدا بها انيس بوجلبان وعماد بن يونس للمقابله؟ اكيد اسلام، شوف راهو احنا نحكيو ديما بعاد برشا على اللي صاير في ليزونترينمون، خاطر راهو يجي يقول لك راهو المدرب ما يحط ملاعبي يسيرتو معناتها في فاز تو معناتها فاز دو بول راهو اللي تلقاه ظاهر في لونترينمون والا حب يرغب باش يلعب، دونك راهو احنا ديما نحكيو نقولوا راهو فلان ما ينجمش يلعب ولا فلتان ما ينجمش يلعب، اما راهو ديما المدرب يحط الملاعبي سيفون اللي يعطيه في لونترينمون وسيفون الملاعبي شنو هو معناتها اسكو يحب يلعب ولا، دونك هكا علاش راهو نشوفوا التشكيله انا نشوف المثاليه اللي موجود حاضر تو اللي هما حاضرين هما اللي لعبوا البارح. هي ما كوم ينجم يخطئ مثلا، ينجم يصيب مثلا في رشاوات برشا كلام على الجاهزيه نتاعو، اسكو كان حاضر الماتش البارح ولا شكون؟ في رشاوات شفناه معناتها حتى كان في اخر لحظه باش يلعب شوط. هذا اللي نقصده انا معناها، اسكو كان جاهز لخوض المقابله ولا اسلام؟ راهو شوات معناتها عنصر مهم في النادي الصفاقسي، راهو معناتها في ثلاثه ماتشات مركي اربعه ولا خمسه بونتوات، راهو سيفري ما وصل لي باش يلعب راهو حاضر 100% سيفري يمكن في الاخر في اخر لحظه، اما راهو شوات معناتها قيمه ثابته في النادي خاطر على الميدان ما شفناش شوات نتاع العاده الحقيقه. هاي علاش ما شفناش يا اسلام؟ علاش ما شفناش شوات؟ خاطر فما يجي نرجع 90 دقيقه اللاعب ما فماش فرصه واضحه للنادي الصفاقسي. اي صحيح، وحابين ولا كرهنا راهو الاتاكون ما ينجم يظهر كي توصل له الكره، وشفنا قداش مره شوات راهو يخرج ياخذ الكره من السونتر. هيكل هذا اللي ما تشوفنيش هذا اللي هذا يقلق اكثر، لو كان فما فرص نقولوا من ثمانيه شويه على الفريق وما سجلش، اما انهم فماش فرص جمله معناها هذا هو اللي يقلق اسلام، هذا هو اللي يقلق اللي ما فماش فرص في 90 دقيقه. بار كونتر الفريق الجزائري ابار لهدفين راهو معناتها سجل هدف من ضرب الجزاء وسجل معناتها وخلق برشا فرص. هذا هو اللي ما يطمنش، اللي نادي الرياضي الصفاقسي يوصل في 90 دقيقة ما يخلقش فرصة، هذا هو الحاجة الخارجية. صراحة هل كانت المولدية أقوى هيكل بصفة عامة أقوى ولا البارح كانت أقوى؟ لا ما كان مش المولدية أقوى، نادي الرياضي الصفاقسي البارح مش في نهاره. هذا لا شك فيه، راه ما نقولوش من قيمه المولديه ولا حاجه، خاطر لعبنا ضدها قبل ونعرفوا شنو هي المولديه. يسيرتو الاسلام كي راهو من غير جمهور، خاطر نعرفوا احنا لعبنا في التيران هذاك وبالجمهور حاجه اخرى بالجمهور حتى فكره. اي
معروف اكبر قاعده جماهيريه في الجزائر المولدية. ولا معروفه راهي معناتها فريق معروف بالجمهور نتاعه. معناتها نذكر احنا معناتها قبل راهو معناتها التيران كومبلي والحمد لله معناتها جينا لعبنا من غير جمهور. هذا ما يمنعش اللي نادي الصفاقسي اللي هو ديما نرجع ونقول لك اسلام راه ماهوش في نهار. فما برشا اخطاء فرديه، فما برشا تباعد خاصه من خط الدفاع وسط الميدان اللي هو وسط الميدان البارح ما كانش في نهار جمله أبار نبي نبي كامارا اللي كان النقطة الزاوية في النادي الصفاقسي أمس في وسط الميدان اللي هما معناتها رغم اللي أول مقابلة ليه مع الفريق. فوالا أول مقابلة تشوفه يعمل في المضمو هذاك معناتها شفنا البارح المولدية راهو عندها مليتي ناقشين برشا اللي هو بن ساحة اللي كان موجود في الترجي الرياضي التونسي ما شفناش بالامكانيات اللي موجوده في البارح اللي لعب صحيح باش تفسروا برشا حكي على بن ساحة هيكل في الترجي ما شفنا شيء تقريبا منه. انا شفته حتى كيف كان يلعب في الاسبيرونس راني انا يعجبني لكاليتي متوسط كان متوسط ما كانش يلعب برشا في الاسبيرونس وكان مضروب جكروا كل شيء. اما البارح الامكانيات اللي ظهرها بصراحه امكانيات كبيره برشا وزاد معناتها حاجه اخرى اسلام معناتها جابوا زاد ما لعبش صحيح كانوا نعطي نجموا يخلقوا برشا فرص ويخلقوا برشا الفارق في المولدية بون الحقيقة ما نعرفش مازال جابوا هذاك هو نتاع الكلوب ولا خاطر تعرف العمر كبير شوية ديما يقعد نعرف ديما يقعد في الملاعبية الكبار اللي عندهم الكاليتي راهو حتى تقول لي أنت فيزيك مونتيح راهو ديما عنده يقعد ثم اللمسة الأخرانية صحيح هذاك هما الملاعبية اللي تخوف راهو صحيح يجيك في اخر في اخر اوكازيون في اخر فرصه في اخر دقيقه ينجم في بلاريتي في نجم في ان كونتر ان يخلق الفارق الفارق. ليبي سولا هيكل تقريبا سنين منه برشا ظهر لي بعد ماتش الكلوب مؤشرات باهيه البارح ما يناهش. نعرف شوف خاطر علاش اسلام خاطر برشا عباد قاعده من زلنا نغنيو الماتش كليب افريكان سي با روبير. اولا نرجع نقول ديما البطوله نتاعنا تشوف انت البطوله نتاعنا شنو هي اللي نخرج نلعبوا في الافريق الكيبات كبار راهو سوا ديزون الكبار في تونس نلعبوا لبرا تشوف الاسبيرونس لعبه عامله نيل ضد بنغازي اللي هي بطوله الليبيه ما عندهم ما فماش بطوله جمله والاهلي بنغازي يلعب الجمله صحيح تشوف النادي الصفاقسي كيف كيف يخرج الجزائر يخسر الاتوال يعمل ريزلتا دونك معناتها هذه يرجع اولا السبب الاول اللي هو البطوله نتاعنا يكذب عليك يقول لك راه الاولى ولا الثانيه في تونس في افريقيا ولا حاجه خاطر احنا نعرف شنو هو البطوله نتاعنا شنو هي وشنو الامكانيات نتاعنا. ثانيا الامكانيات الفرديه نتاع الملاعبيه نتاع خاصه نحكي لك ماتش البارح المولديه ملاعبيه عندهم ملاعبيه خاصه في الوسط الميدان ملاعبيه بصراحه يعرفوا يشدوا الكوره ويعرفوا يخلقوا فرص ويعرفوا معناتها ما تقفش الكره ما تقفش الكره رابيد برشا الكره ديما تدور فوالا رابيد برشا زاد راه وقرا حساب معناتها التيران ساعات معناتها التيران هو علاش قلت لك هما يكون مستنسين اكثر بالكليمان نتاعهم تشوف في الميتريز دو بال نتاعهم في الكوميونيكاسيون في البلاسمون معناتها تحسهم مستنسين بيه حتى الطقس هذاك مستنسين بيه. احنا في تونس ما حابين احنا نلعبوا مره ولا مرتين في العام في الطقس كما كان. شوفوا معناتها ملاعبيه في المتريز دو بال نتاعهم في الطقس كما كاكا والتيران كما كاكا كله مبلول تشوفوا معناتها بصراحه ملاعبيه عندهم لي كاليتي هذا ما يمنعش ندري الفرق هذا كيف كيف البارح حاول راهو حاول مرات ما يلقى خاصه وسط ميدان اللي ما خلاش يوصل للدفاع المولدي. هيكل احنا بنحكي ركز على شويه على اللاعبين الاجانب ثانيه منهم برشا اضافه كبيره للسي اس اس وملاعب اجنبي مطالب بالاضافه سبب اشتراكيه الظهير الايسر تقريبا ما شفناش ماتش كامل ما يفوتش برشا عزمي غوما مثلا ما نقولوا شوف اسلام انا واحد من الناس اللي ما نحبش نحكم على ملاعبي في ماتش ولا اثنين توا اجا نقول لك توا بار اكزامبل في ماتش في بافري كان رجع لك السؤال الاول ما كملتولكش نتاع سولا الهدف اللي ماركاه وكل شيء وقلنا ملاعبي قلنا واحد وقلنا عنده امكانيات سيفري عندهم كي تشوف البونتو معناتها البونتو اللي ماركاه كونتر كليب افريكا شوف معناتها عنده امكانيات معناتها من بين اربع خمسه ملاعبيه يعمل كيكا وشوت يماركي يبينيتري الوسط يماركي عنده امكانيات اما راهو ديما تحكم على الملاعب بعد راهو بعد ثلاث اربع خمسه ماتشات راهو صحيح مش تحكم هو في ماتش. اما تو حاجتك بيه هيك تو حاجتك بيه انت جاي للتشامبيونز ليغ معناها كيفاش؟ قلت لك انت تو حاجتك به تو في الشامبيونز ليغ اي فوالا معناتها حاجتي به تو الجمهور ما يستناش خاصة وانت تعرف اللي باش تجيبه هذا راهو اللي معروف في الفرق الكبرى كل خاصة كنت تكون تلعب في شيونس كبار كوب دافريك شامبيونز ليغ ولا كاف
راهو كيفاش تجيب ملاعبي باش يجيبو يعطيك تو دو سويت. ما تقوليش لا نصبر عليه خاصة الفرق الكبيرة هيك لو انت تعرف اكثر مني الجمهور ما يصبرش كلوب سي اس اس ليسبيرونس كيف كيف شوف الاسلام عادي تبارك الله تعرف وجمهور الكلوب افريكان ولا سي اس اس ولا ليسبيرونس ولا ليتوال ولا بنزار اللي هو راهم يصبر خاصة كي تكون تلعب في شامبيونز ليغ ولا كاف عندك معناتها شيونس برا كوب داراب شامبيونز ليغ كاف راهم الجمهور ما يصبرش. ونحمد ربي اللي احنا تو في البطولة نتاعنا نلعب من غير جمهور ديما نرجع من غير جمهور ما عندك حتى بريسيون صحيح ما عندك حتى بريسيون مع تلعب مرتاح ما فماش شكون باش يسبك ما فماش شكون باش يقول عيط ما غادي راك باش تلعب مرتاح دونك راك باش تلعب تعطي 100% ملاعبي جبته انا بالفلوس حاط فيه الباك وراني نجيبه باش يعطيني بليس ديريكت ما نقولش ما نقعدش نستنى فيه في ماتش في اثنين في ثلاثه لا نصبروا عليه نصبروا عليه دونك هذاك هي هذه المشكله تو في خاصة في الانتدابات النادي الصفاقسي ديما نرجع للنادي الصفاقسي الانتدابات نتاعو في الاخر العوينين هذوما ثلاثة اللي الملعبية ما يعطيكش ماتش الاول ونقولوا نصبروا عليه ما يسالش ماتش اثنين ثلاثة من بعد يوفى العام ومازال ما عطاه حتى ماتش باهي تلقى عاطي ماتش في 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 اربع ولا خمسة ماتشات باهي هذه مشكلة وين الفرق وين الديفيرينس كانت البارح هيك بين السياسات والمولدية شنو اللي عمل الفرق في المقابل؟ الفرق في المقابله اللي هو العزيمه نتاع ملاعبيه المولديه تحس ملاعبيه في مخاخهم يقول لك ملاعبيه نوفا تروح لهنا ما نوفاش في تونس في صفاقس خاطر يعرفوا اللي في صفاقس لهنا تيران صعيب ياسر ولعبوا قبل لهنا وعرفوا يعرفوا شنو هو صفاقس لهنا يعرفوا تيران طيب مهيري شنو هو يقول لك خلينا نوفاه الماتش من هنا من الجزائر وقت شوف لابريف هي موجودة راه وكان ينجموا يقتلوهم راه فما كان يوفى ثلاثة أربعة بلاش خاصة البينالتي في الأخر خاصة البينالتي بون ما شفناهاش خاطر تعرف النقل ما كانش واضح وكل شيء دونك معناتها تحسم ملاعبية عندهم عزيمة يحبوا يوفوا ماتش 90 دقيقة في الليل لعبوا جوسكو بو للأخر دقيقة هما يخلقوا في الفرص مالجري راه فيزيكمون تاح ربع ساعة الأخرى خاصة هذا هو الفارق اللي وحابين لك رهنا اللي نقوله انا اليوم وغدوه راه فما ملاعبيه في النادي الرياضي الصفاقسي راهم بصراحه حرام فيهم المليون لابسين تعطينا اسماء فما ملاعبيه ما ينجموش يكونوا في النادي الرياضي الصفاقسي مثلا شكون هيك لا ما ينجموش نذكر كل الاسامي خاطر توا ديما نقول اسلام باهي خلينا نبدلك نبدلك السؤال ما نحبش نزيد انا برشا على خاطر فما روتور راهو باهي فما روتور وديما واحد يعطي الكلمات الموجات كيما نقولوا فيها الموجات الايجابيه خليني نبدلك السؤال باهي شنو هما لي بوست سي اس اس جايين في ميركاتو توا في جانفي لي بوست لي سي اس اس لازم فيهم تعطي زيت معناتها جايني من تالي بلاش جايني من تالي غادي اي شوف يا اسلام النادي الصفاقسي ديما نقولوها ديما سويفون راهو الشيما تكتيكي باش يلعبوا به مدرب هو انيس بوجلبان مثلا ستاف تكنيك انيس وعماد معناتها في ثلاثه ماتشات ولا زوج ماتشات اللي قبل هذا كانوا يلعبوا بكات كات دو وعطات معناتها نزعه هجوميه وخلق النادي الصفاقسي فرص ومارك كان ترجع معناتها ماتشات تلقاه بون قول لي انت في 4-3-3 حبينا نكرهنا الصفاقسي ما عندوش جوار دو كولوار اللي يخلق الفرص اللي يعطي البليس اللي اتو مومون ينجم يعمل لك حاجه لا بروف معناتها حاجه الباهي كيما علاش قلت لك انا سولا البونتو اللي ماركاه نتاع جوار دو كولوار ينجم يعطي بليس بون تقول لي عندي نصبر عليه انا ما نجمش نصبر عليه على خاطر عندي شامبيونز ليغ وعندي بطوله وعندي برشا حاجه وانت جوار ريكريتي ماكش جوار من سونتر دو فورماسيون نجم نصبر عليك عام ولا عوين صحيح دونك الياس دونك الاسلام برشا حاجات لازم النادي الصفاقسي ينتدبها لي جوار دو كلوار من لي تيران زاد كيف كيف نهار اخر شوات يتباع ولا مش في نهاره شكون باش يعوضوا فهمت فما حاجه فما دي بوست لازم من النادي الصفاقسي شنو لازم باش مطالب شنو يبدل هيك انيس بوجلبان وعماد بن يونس مقابله الاياب باش ما يصيرش ان شاء الله نرجعوا في المقابله هيك لا شوف حبينا ولا كرهنا في الروتور لهنا في صفاق في طيب المهيري يعرفوا ديجا قلت لك اسلام الفريق الجزائري يعرف طيب المهيري شنو
ولعب فيه قبل وربح هنا 3 ولا 4 معناتها يعرف دونك الإطار الفني لازم يلعب كل في الكل قلت الكل معناتها لازم يوفى المباراة في ال 45 دقيقة الأولى خاطر الفريق الجزائري حبينا ولا كرهنا اللي قد ما تصبر معاه وتقدم الكرة تدور راهو باش يخلق باش يتعبك باش يتعبك وباش ما يخليكش يخلي ما تخلي روحه ديما للآخر صحيح يعطيك صح شكرا لك هيكل على كل التفاصيل الفنية اللي مديتنا بها بخصوص مقابلة البارح بين السي اس اس وكذلك مولدية العاصمة الجزائر فوز المولدية 2 بلاش مهمة صعيبة ولات في الإياب لكن كل شيء ممكن السي اس اس قادر يقلب الطاولة على المولدية بالتوفيق إن شاء الله ممثل تونس مازلنا نحكيو على الماتش هذا بعد شوية باش يكون معنا الحكم الدولي السابق محمد بن حسنة نحكيو معاه على بعض الديسيزيون تاع الحكم اللي أثرت الجدل في المقابلة هذه فاصل